عقدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا اجتماعا موسع في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي مع عدد من رؤساء وممثلي وسائل الأعلام المحلية والدولية، وذلك لتوضيح العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، مؤكدة استمرار إجراءات التدابير الأخيرة التي اتخذتها اللجنة. وقال رئيس اللجنة بأن عددا من أبناء الشعب الليبي استهزأ بالجائحة، ولا بد للإعلاميين من مد يد العون لزيادة وعي المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح رئيس الأركان بأن حملات ممنهجة تم شنها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها ينفي وجود المرض وبعضها الآخر يؤكد أن العودة بالعالقين هي السبب في استياء الوضع الوبائي، مؤكدا بأن معظم الحالات التي تم تسجيلها كانت بسبب عدم التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي. واعتبر رئيس اللجنة بأن الإعلاميين قادة محاور مثلهم مثل المقاتلين في جبهات القتال، ولذلك لابد من تكثيف دورهم الإعلامي في توعية المواطن وتفنيد الشائعات لتجنب زيادة الانتشار الوبائي. والموضوع هذا شعبنا مستهزبين للأسف، فأنا طالب يد العون منكم وكم أنتم تدعمونا في زيادة وعي المواطن. بدوره أكد وزير الداخلية بأن وزارة الداخلية ستسهل عمل كافة الإعلاميين والصحفيين لأداء مهامهم المنوطة بهم، لافتا إلى أن جميع الإجراءات سيتم تسهيلها لأجل نقل الحقيقة. وكالة الأنباء فضل هذا السيد إبراهيم اللي موجود اللي بتصريح تجول دائم مؤقت عند حد معين يتفضل. وفي ذات السياق فقد أعلن وزير الصحة بأن تجديد إجراءات اللجنة وبث المخاوف المؤكدة جاء لأجل إلزام المواطنين بكافة الإجراءات المعلن عنها في مجابهة المرض، مشيرا إلى التباعد الاجتماعي الذي ارتفع معدله نتيجة لحالة الخوف التي أصابت المواطنين ووعيهم بسبب سرعة انتشار المرض وخطورته. وطالب وزير الصحة بتكثيف الحملات الإعلامية من خلال التركيز على المراكز الطبية، وذلك لتبيان حقيقة المرض لمن ينكره، وكذلك لتفنيد الشائعات لمن يحاول استغلال الجائحة في مآربه الشخصية. وقال وزير الصحة بأن الوضع الوبائي في مناطق سيطرة الحكومة جيدا، لافتا إلى أن كبارا في السن اجتازوا الأزمة رغم إصابتهم بالمرض وشفاؤهم منه. واختتم رئيس اللجنة اجتماعه قائلا: نؤكد على دعوتنا لبناء الدولة المدنية القائمة على الشفافية والصدق من خلال إعلام الرصين هدفه توعية المواطن بخطورة المرحلة.